حبايبي بريب 3، عايزين نتعلم النهارده ازاي نعمل بروف لاي تمرين. لو سمحت اول ما تلاقيه كاتب لك كلمه فايند مالكش دعوه بيها، بيقول لك كلمه بروف ذات مالكش دعوه بيها. امال لما انا ما ابصش لدول ابص لايه؟ تبص يا حبيبي للجيفن، تروح جاي تعمل درافت وتسال هو انا معايا ايه؟ هقول له اول حاجه لفتت نظري الام السنترال، يعني انا معايا يا مستر معايا سنترال انجل. الله، طب اعمل ايه؟ اول يا حبيبي ما يبقى عندك سنترال انجل تقول لنفسك كده اقدر اجيب حاجتين، اقدر اجيب الاوبزيت ارك وهو ايكوال. يعني يا مستر؟ يعني دي 130، فين الاوبزيت ارك؟ كل، شوف طولت كلمة كل ده، يبقى ادي دي سنترال على طول اجيب الاوبزيت ارك، مالهم ايكوال الميجر، ادي اول حاجة. طب اقدر استفيد منها حاجة تاني؟ ايوه، اقدر اجيب الانسكرايبد انجل اللي هي سبتند مع ده. وعشان نبقى عارفين ونفتكر دايما الانسكرايبد يا حبيبي ما تنفعش تبقى اوبزيت ليها، دي بتبقى بيهايند. طب ليه بيهايند؟ عشان الانجل اي دي ادي الاوبزيت ارك، فتبقى السنترال والانسكرايبد هاف سيم ارك، هما الاثنين سبتندد باي ذا سيم ارك. نقول تاني بالراحه، اداني اي فيجر، اوعى تفكر في فايند، ما تسالش هو عايز ايه، اوعى تقول بروف ذات هو عايز ايه، انا بقول لك اهو وعلى مسؤوليتي مالكش دعوه بيهم. روح شوف الجيفن واستفيد من الجيفن. معايا يا مستر اول حاجه لفتت نظري 130 دي سنترال، تقول لنفسك معايا سنترال استفيد حاجتين. يا مستر مش عاوزهم، مالكش دعوه. طب يا مستر ازاي اكتب؟ ستوب بليز. اوكي حبايبي، ثيرد بريب دلوقتي انا بشتغل في السيركل ان جنرالي، يعني كل حاجه درستها اكسبت ما عدا الانجل اوف تنجنسي وما عدا التو تنجنت دروين فروم 1 بوينت اوتسايد ذا سيركل، فانا بحاول استفيد. فانا لما اجي اشتغل للمره الثانيه مالكش دعوه هو عايز ايه، مالكش دعوه بكلمه فايند وار تي بي ولا كلمه بروف ذات، حضرتك تعال اعمل درافت وقول انا معايا ايه. تعالوا كده نشوف مع بعض حبايبي، انا معايا الانجل دي 70، اسال نفسي هي دي نوعها ايه؟ سنترال. يبقى انا يا مستر معايا سنترال، استنى لو معايا سنترال اقدر استفيد منها ايه؟ لغايه النهارده حاجتين، اجيب اوبزيت ارك ايكوال واجيب انسكرايبد تبقى الهاف بتاعتها. طب تعالى نطبق الكلام ده، ادي حبيبي دي ال 70، ادي يا بابا الاوبزيت ارك بتاعها اهو، فدي 70 يبقى الاوبزيت ارك 70، يبقى دي اول حاجه. اكتب الكلام ده؟ اه يا حبيبي هنبدا نكتب الكلام ده، بس تعالى نكمل. طب هل ينفع اجيب انسكرايبد سبتندد باي ذا سيم ارك؟ اقول له ايوه. طب فين؟ بص يا حبيبي ادي الارك اي سي، تروح جاي يا بابا واخد ايديك الاثنين من الاي والسي وروح رايح، روح رايح للاوبزيت اهو كده، تقدر حضرتك بمنتهى البساطه تحدد الانسكرايبد. كمان مره ادي الارك 70، اقدر اجيب انسكرايبد، هقدر اروح واخد ايديا الاثنين واروح رايح للاوبزيت ليها، تبقى الانجل دي حبيبي هي الانسكرايبد بتاع ده. يعني ممكن اقول الميجر بتاع انجل سي دي اي ايكوال هاف السنترال سي ام اي او هاف الاوبزيت ارك. ادي يا حبيبي اول حاجه استفدنا من السنترال. طب يا مستر تعال نستفيد من حاجه تاني اللي هي ايه؟ يعني هو مدي لك علامه البارلل من غير ما استفيد؟ لا طبعا لازم استفيد. طب هو مديني بي اي ديامتر، هل برضه مش هستفيد؟ المفروض استفيد. تعال نقول لو معايا ديامتر استفيد ايه؟ ابسط حاجه يا اما تقول لي الميجر بتاع الهاف سيركل، يبقى الهاف سيركل ميجر 180. طب ينفع استفيد حاجه تاني؟ ايوه، اي انسكرايبد دروين سبتند عليه. بص يا حبيبي تروح جايب قلم اهو،
فين بقى الانسكرايبد؟ اطلع برضو بايديك الاتنين من الاي والبي من الاندنج بتوعه اهو يا مستر. فبقت الانجل دي اهي بقت دي 90، يبقى انا جبت دي 35 وجبت دي كمان 90. طب هل ينفع استفيد تاني من البارلل؟ ايوه ينفع، زي زمان. وللمره التانيه بقولها لك، انا عندي ده مع ده، بص حبيبي عاملين الليتر ده واحده رايت وواحده ليفت، ادي يا مستر الانجل دي مع الانجل دي، الله ده دول الترنت، يبقى انا كمان جبت لك الترنت. طب هل استفيد حاجه تانيه؟ ايوه حبيبي، ادي الدي سي اهو وادي البي اي، فاقدر اقول الانجل دي مع دي انتيريور، ينفع؟ اقول له اه. طب والانتيريور مالهم؟ 180. بقى معقوله يا مستر كل ده لما اجي استخدمه، لما اجي اشوفه وعايز ايه هلاقي نفسي ما وصلتش؟ استحاله، لازم تكون وصلت لكل حاجه عاوزها. تعالى بقى نتعلم ازاي نرتب الافكار ونكتب. اول حاجه انت قلت استفيد من السنترال، يبقى اقدر اقول له اهو الميجر بتاع انجل، ركز بقى معايا، ميجر اوف انجل سي دي اي، سي دي اي اللي هي الانسكرايبد ايكوال هاف للميجر بتاع الانجل اي ام سي تبقى 35. ادي حاجه. نروح بقى رايحين لحاجه ثانيه، عندي دايمتر يا مستر، انا معايا اي بي دايمتر، يبقى بمنتهى البساطه فين الانسكرايبد ان سيمي سيركل؟ اي دي بي، يبقى الميجر بتاع انجل اي دي بي ايكوال 90، تكتب جنبها سيمي سيركل. طب قلنا نستفيد حاجه تاني؟ اه طبعا يا مستر، احنا جبنا دي 35 وجبنا دي 90، طب ما انا معايا الدي سي بارلل للبي اي، يبقى يا مستر اقدر اقول له الميجر بتاع الانجل دي كلها بلس الميجر بتاع الانجل بي ايكوال 180، عشان دول انتيريور، تبقى يا مستر الميجر بتاع الانجل بي تبقى 180 - 125 تبقى 55. لو انت حبيت تبص على التمرين هتلاقي كل حاجه كان ممكن يسال عليها انت جبتها، اتعود. طب كان ممكن استفيد ان معايا ده بارلل يبقى الانكلودنج ارك ايكوال اه ده 70، ده كمان يبقى 70. ممكن استفيد حاجات كتيره، ايوه. المهم ان الجيومتري بلاش تروح على كلمة فايند او كلمة بروف ذات، هتلاقي نفسك بتعرف تحل. all the best.